سيداتي سادتي، مساء النور. الموقع الجسور تي في مرة أخرى بجوار واد النشف بوجدة، وبالضبط قبالة المحطة الطرقية، محطة القطار الجديدة. موضوع زيارتنا بناء على طلب الساكنة هو عملية الهدم التي تطال مجموعة من المنازل المحادية لواد النشف، والتي أدرجت لأجل حفاظ على سلامتهم من فيضانات الواد، وأيضا من سقوطها على أساس أنها أيلة للسقوط. المشكل في المشروع سيداتي سادتي ماشي هاد المواطنين ما بغاوش هاد العملية، بالعكس بغاوها واستبشروا خير بها. أولا تقييدا بالتعليمات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة اللي أعطى الأمر باش هاد الناس يتم إعادة الإيواء ديالهم وفق الطرق القانونية ويستافدوا مسكن لائق، واللي عنده شي مسافة ولا يدي بحالها. ولكن وللأسف هاد العملية اكتسبتها بعض الارتجالية وبعض الإجحافات. من بينها مثلا هذا المنزل، هذا اللي احنا نشوفوه مهدم هنا، وهدمته السلطات المعنيه، هدمته في الوقيته اللي هاد الدار ساكنين، هاد الناس ساكنين هاد المنزل، راه لحد الساعه مأهول بالسكان، ومع ذلك تمت عمليه الهدم في وما تمش الاشعار تاع الناس باش يفرغوا المكان ديالهم، مما تسبب لهم كما تشاهدون الحيط اللي كان هنا طويل راه طاع على هاد الدار، ولولا الطف الله ربما كانت توقع شي ضحيه او اكثر. معنا في هذا هنا كما تشاهدون، هذا هو الواد، هذه المحطه الجديده ديال لاكار. العمليه التهيئه راه تمشى عادي، السكان كما قلنا كاع مهددون بعمليه الهدم، ولكن ما عندهمش مشكل مع العمليه بحد ذاتها، ولكن يريدون حقهم. اللي عنده 200 متر ما يمكنش نعطيو له 50 متر، اللي عنده التملك ما يمكنش نقولوا له المنزل ديالك مهجور. معنا هنا الانسه، تفضلي قولي لنا. معنا الاخت رشيده عويسي، اجي منا، شنو تقولي لنا بنتي في هذه القضيه؟ حنايا ادري اهو دابا النهار الاول حنايا كانت سبعان القايد قبل ما يهدموا هذا الشيء، عيطت لنا، مشيت انا والاخ ديالي الاخت، لان الدار حنا بينا سبعه، فاش مشينا قالنا راني غادي نهدموا وغادي نعطيوكم برطمه، شحال هاد البرطمه؟ فيها 55 متر. قالوا الاخ ديالي ان هذه برطمه ما تكفيناش حنايا، حنا سبعه الناس. الدار شحال فيها المتر هذه؟ فيها 120 متر. 120 وديالكم؟ وديالنا. صافي القائد قالنا ما غاديش نديركم رافضين، وحنا ما رافضينش، حنا مع المصلحه العامه ماشي ضد الهدم. قالنا غادي ندير تحفظ وغادي نتشاور مع المسؤولين وغادي يرد عليكم. صافي حنا جينا فحالنا جالسين كنتسناو حتى يرد علينا، حتى نهار السبت هو يقع هذا المشكل. بقاو كيريبوا مورانا الخدامه وهادي، وجابوا التراكس بقاو كيريبوا. مشيت انا عندهم قلت لهم ما تهدموش، حنا مازال ساكنين وما جاتنا حتى شي اشعار ديال الافراغ. جلسوا شي جوج سوايع وهما حابسين، المهم ديك جوج سوايع بداو عاود الخدمه ديالهم. مشيت انا عندهم كنت عاد كتريبو، قال لك هادشي راه طالب من القايد هو اللي قالنا خصكم تهدموا. صافي حنا بقينا جالسين كنتسنى داك الشيء حتى طيح ديك الدار فيها شي 4 متر داك الحيط، هو طيح للدار ديالنا. هو هذا اللي طاح عليكم؟ هو هذا، هو هذا. وكنتوا هذاك النهار موجودين هنا؟ كنا موجودين في الدار، والوالده دخلت تطفي البوطه حيت كانت شاعله البوطه، قالت ربما يوقع شي حريق ولا تما، فاش غادي طيح الدار وهي غادي تخلعت. وانا كنت في ديك الجهه كنشوف داك الشيء، وجات لي بومبي داتها، حتى جات الاسعاف، انا لقيت الاسعاف انهم هزوها وهي شبه ميته تقريبا. صافي انا بقيت كنغوت كنطلب انه يجي شي مسؤول. وهادي المقدم قال لي واخا نعيط على القايد، جا القايد ما بغاش يشوف هذا الشيء، ما بغاش يدخل. صافي قال لي واش كان شي واحد ميت؟ انتم القايد ديالكم مقاطعة تاع مقاطعة 12 مكلف بالملحقة الإدارية 12 صافي قال لي واش ما كانش حد ميت؟ قلت له انا الوالده راه تقريبا داوها شبه ميته، يعني كنستنى على حسب الفهم ديالك حتى يموت شي واحد، يموت شي حد عادي يدخل. من ديك الساعه ما جانا حتى شي مسؤول، حتى دابا ما جانا حتى شي واحد، من غير انني مشيت للولايه صيفطت واحد اللجنه ديال الاسكان والتعمير، جات صورات شافت. من ديك الساعه ما بقينا شفنا حتى شي واحد. دابا شنو كطلبي انت على غير باقي الساكنه؟ شنو كطلبوا انتوا؟ شنو باغيين؟ حنا راه في الاول قلنا انهم يعطيونا عندنا 120 متر، عطونا 120 متر، حنا ما تكفيناش هذه. حتى لو ما عطاوش 120 متر، عطاو غير 100 متر، ماشي مشكل. ماشي مشكل، المهم يعودوا لنا فين غادي تكفي هاد العائلة. الأسرة. ما غاديش تكفينا حنايا برطمة فيها 55 متر، ما غاديش تكفينا. هذا هو النداء ديالكم انتوما، يعني هما انتوما راكم مع عملية الهدم، معاكسين في الأمور، ولكن ماشي ضد الهدم. كل الحقوق ديالكم وحنا مازال ساكنين دابا باش يريبوها علينا، وحنا ساكنين بدون إشعار، هذه ماشي. وحتى شي واحد ما جا ودق علينا أننا كنخدموا الدار اللي موراكم خصكم تخويو.
هذا يفترض انهم يبداو عمليه الهدم ديال المدينه هذه حتى يتاكدوا من الافراغ ديالها على الاقل مؤقتا، باش ملي وقعت لا قدر الله شي عمليه سقوط نتاع الجدران ولا تكونوا انتم في منأى عن الاداء، ومع ذلك ما تمتش هذه العمليه. بون سيداتي سادتي، كنا مع تصريح الاخت رشيده عويسي راها شرحت لنا بما فيه الكفايه. كما تشاهدون هذا نموذج عينه من المنازل، وكاين منازل اخرى بجهه اخرى، كلهم عند كاين اللي عنده مسافه كبيره وعطاو له مسافه صغيره، كاين اللي عنده تملك وقالوا له دير لا انت ماكش ساكن الدار ديالك راها تعتبر مهجوره. لهذا احنا من خلال هاد الاشرطه اللي غادي نبتوها كنبتوها وعلى في على صفحات العالم الازرق وبالضبط جاسور تي في، لاجل ان تحظى باهتمام وعناية السادة المسؤولين ويشوفوا يلقاو شي مقاربة اجتماعية عملية اللي تمكن هاد الساكنة من الحقوق ديالهم. سيداتي سادتي، كنا مع عينة من المنازل التي سوف يتم هدمها بواحد الطريقة أو بأخرى اللي تقدر تشكل ضرر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.